أهلا بكم مشاهدينا. إذن وزير التعليم الفرنسي السابق جابرييل أتال بات رئيسا للوزراء، عرّبوا منع العباءة في المدارس العمومية. ما الذي يشكله من تخوفات للجالية العربية والإسلامية في فرنسا في جاليات؟ أهلا بكم من جديد. إذن أصغر وزير للتعليم في تاريخ فرنسا يصبح أصغر رئيس للوزراء فيها. جابرييل أتال يعين من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو أحد السياسيين الأكثر شعبية في البلاد وفق استطلاعات الرأي الأخيرة. صنع لنفسه اسما كوزير ذكي ومتحدث فطن في الإعلام وفي البرلمان أيضا، غير أنه في أوساط المهاجرين ليس كذلك. من بعد سنه قانونا في أوت أغسطس الماضي حضر فيه ارتداء العباءة في المدارس والمعاهد الحكومية، وهو ما صادق عليه مجلس الدولة أعلى سلطة إدارية مباشرة. الإجراء تسبب بموجة غضب في أوساط الجالية العربية والإسلامية، وحظي بتغطية إعلامية واسعة، لكنه مر ما جعل كثيرين يصفون الرجل بأنه يميل إلى اليمين يوما بعد آخر. بوصول جابرييل أتال إلى المنصب الثاني الأهم في فرنسا، يتزايد تخوف الجاليات مما ينتظرهم من إجراءات بعد أسابيع من المصادقة على قانون الهجرة. نسأل في جاليات عما إذا كانت هذه المخاوف في محلها. هل سيتعاطى أطال في منصبه الجديد مع السياسات والإجراءات بالطريقة نفسها التي تعاطى بها كوزير للتعليم؟ وما هي أهم الملفات التي يمكن أن تؤثر على الجالية في فرنسا؟ لمناقشة كل هذه النقاط أسعد باستقبال ضيوفي السيد فرانسوا دروش، وهو ورئيس منظمة عدالة بلا حدود الدولية من باريس. من باريس أيضا الدكتور عمر المرابط، وهو الباحث في الشؤون السياسية. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك السيد دروش. إذن جابرييل أتال اليوم كرئيس للوزراء، هل يشكل التخوف نفسه كما كان عليه الحال حينما كان في منصبه وزيرا للتعليم؟ مشاهديكم الكرام، طبعا تعتبر هذه صدمة بالنسبة للعالم السياسي الفرنسي. هناك أصغر رئيس جمهورية في تاريخ الجمهورية الخامسة، وهذا كذلك لأن هذه أول مرة يعني السيد جابرييل أتال من المقربين إلى السيد ماكرون، وهي أول مرة يعني يعين فيها السيد ماكرون شخصا بهذه القرابة بالنسبة له. وهذا يعني على ما أظن بعد الخلاف على قانون الهجرة في فرنسا، السيد ماكرون يبحث على التضامن، لأن نعرف بأن قانون الهجرة كان أحد المشاكل في حكومته. وتعرفون أن روسو وزير الصحة السابق استقال احتجاجا على إقراره لهذا قانون الهجرة. والسيد ماكرون وكذلك أتال، السيد أتال عندما كان السيد ماكرون بصعوبة، وبابانداي رئيس التربية السابق نادى جابرييل أتال حتى يعطي ماذا؟ قانون العباية. وبدل أن تتحول مدارسنا لتعليم الناس، أصبحنا نراقب الأطفال من أصول أجنبية، البنات المسلمات، حتى نقول هذه العباية هذه عباية وهذا روب. إذا طيب كانت هل ستستمر سيد دروش؟ ربما الجالية سيد دروش هذه نقطة يعني نقطة تخوفها، هل ستستمر تلك العين المراقبة في وزارة التعليم في شخص جابرييل أتال في نفس في منصبه كرئيس الوزراء، أم أن ستكون له أولويات أخرى؟
قال عندما ذهب قال بشكل واضح: أنا سأكون سأعطي لوزارة التربية التعليم، ستكون في قلبي، سأحمل هذه القضية حتى ولو كنت رئيسا للوزراء. لهذا السبب يعتبر الآن يعني السيد ماكرون والسيد أتال هذه رسالة. والرسالة الثانية أن بالطرف الآخر، لأن الانتخابات القادمة سيكون هناك اليمين المتطرف، وفي اليمين المتطرف هناك شخص اسمه بارديلا. هذا الشخص بارديلا هو شخص شاب مثل جابرييل أتال، وعنده نفس الذكاء السياسي، نفس كذلك نوع من اللا خوف، زي المدرسي الموحد، لأن السيد أتال يريد أن يضع زي مدرسي موحد. وكذلك يعني حصل على بعض من النتائج يعني السياسية في الحزب الاشتراكي عندما كان في صفوف اليسار، والآن على ما أظن يحظى بتقدير وإعجاب من اليمين التقليدي، بل ويمكن لبعض رموز اليمين المتطرف أن يمتدحوا كذلك بالسيد أتال. ولكن بالنسبة للتحدي سيكون خطيرا بالنسبة لأن للسيد ماكرون، لأن السيد ماكرون الآن أصبح في مأزق سياسي، لا يوجد عنده أغلبية، لا يستطيع أن يطبق قوانينه إذا لم يفعل 49-3 قانون الإدخال السريع بشكل ديكتاتوري بالنسبة لتطبيقه. ولهذا السبب يحاول الآن شيء من المقاومة السياسية، التكامل السياسي، حتى يستطيع أن يقول أن هناك ربما ذلك ما وصفته مارين لوبان بأنه الأعباء المنتظرة والمرتقبة لماكرون التي سيتولاها جابرييل أتال. سأعود لك سيد فرانسوا دروش. سيد عمر المرابط، هل فعلا ما يحمله جابرييل أتال من خبرة في حقيبته الوزارية التعليمية سيكون هو نفس الأدوات التي سيطبقها في منصبه كرئيس دي الوزراء، أم أن هناك مبالغات في تخوفات الجالية في فرنسا؟ أولا شكرا لكم وتحية لكم ولمستمعكم الكرام. الخبرة الوحيدة التي يمتلكها جابرييل أتال هو أنه رجل كلام ورجل حديث ورجل خطاب، فلو خطاب حلو وهذا يروق للفرنسيين، والرئيس ماكرون اختاره لأنه كان في استطلاعات الرأي، كان آخر استطلاع الرأي في 13 جنبر الماضي، وأعطاه الأولوية حيث كان حصل على 40% قبل بعض الشخصيات السياسية مثل إدوار فيليب الوزير الأول السابقة. هذا أولا. النقطة الثانية، هنا في فرنسا ليست هناك رئاسة وزراء ولكن وزارة أولى، وعندما يكون الوزير الأول من نفس الأغلبية الرئاسية أو السياسية مع الرئيس، فالوزير الأول يكون تابعا للرئيس مباشرة، بل يمكن أن نقول كأنه ينفذ أوامره. وهذا ما رأينا، حيث أن السياسة الفرنسية الداخلية هنا في فرنسا هي سياسة مقصودة من طرف الرئيس ماكرون، ورأينا كيف أنه هو الذي أراد مثلا قانون الهجرة الأخير، والذي لم يحصل عليه، لم تحصل على الأغلبية، والآن ننتظر رد المجلس الدستوري. هذا من هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يمكن أن أقول بأن الرئيس ماكرون يختار شخصيات يسارية أو ذات أصول يسارية، لكن لتطبيق سياسة يمينية متشددة متطرفة، حتى رأينا أن بعض هذه السياسات لم يطبقها حتى اليمين المتطرف، لن يطبقها أكثر من هذا. يعني جابرييل أتال، وألفظ اسمه بالعربي لأنه من أصول تونسية،
فجاء وعطل، فعطال عطل العداية وهكذا ارتقى وأصبح وزيرا أولا. هذا ما يمكن أن نقول. ثم إذا تغيير السياسة الفرنسية وبالنسبة للمهاجرين هنا في فرنسا، أعتقد أن يكون هناك أي تغيير، لأن ما يقوم به درمانا وما قام به الرئيس ماكرون وهذا وقانون الهجرة هذا الذي سيطبق بعد الخروج من المجلس الدستوري سيطبق بحذافيره ويطبق بالأولوية على المهاجرين بالأصول العربية. بمعنى التغيير لن يكون لصالح المهاجرين سيد المرابط، التغيير الذي يتمناه المهاجرون والجالية العربية والإسلامية الذي كانوا يتوقعونه لصالحهم في مراجعات بقانون الهجرة لن يكون لصالحهم، وأيضا تخوفاتهم بالنسبة لإقدام وزارة الداخلية بقيادة جيرال درمانا لإغلاق عدد من المساجد، كل هذه الإجراءات يعني سيمضي فيها قدما أطال. طبعا سيمضي فيها قدما، لأنها جعلت منه عندما تحدث عن العباية رأينا كيف طلع في استطلاعات الرأي ودرمانا يفعل كل شيء. فالجميع السياسيون هنا في فرنسا يعرفون أن الضرب على رأس المسلمين هو الذي يسمح بالصعود في استطلاعات الرأي، عوض الحديث عن القدرة الشرائية، عوض الحديث عن الاقتصاد الفرنسي، عوض الحديث عن تحسين الجودة، جودة التعليم. فيقومون بهذا لأن كما نقول بالفرنسية أصبح المسلمون هنا في فرنسا لا تيت دو تيرك، رأس الأتراك كما يقول المثل الفرنسي، فيضربونه حتى، وهذه اللعبة التي تضرب رأس الرأس، فهم يقومون بذلك لأنهم يعرفون أن هذا يأتي بنتائج. ثم مسألة أخرى هو أن الرئيس ماكرون يعتقد بأنه عندما يذهب إلى الآراء وأفكار اليمين المتطرف أنه ربما سيجلب له بعض المودة داخل الفرنسيين، لكن غالبية الفرنسيين يعتبرون أن اليمين المتطرف وأن مارين لو بان هي الأصل، وبالتالي فهم سيصوتون لها. ونحن نرى استطلاعات الرأي مثلا في انتخابات الأوروبية المقبلة حيث أن جوردان تماما سيد المرابط، يعني ما كنت تقوله من أن الإجراءات التي سيمضي فيها أطال وفق منصبه ستكون متماهية تماما مع سياستي كوزير للتعليم وستكون ضد الجالية والمهاجرين هناك، أليست الأولويات المقبلة في منصبه الجديد والتحديات التي أمامه من أجل ربما مسايرة الولاية الرئاسية الثانية لماكرون الممتدة على 5 سنوات مقبلة، وأيضا الانتخابات المرتقبة في 9 من جوان المقبل في الاتحاد الأوروبي والتي تريد فرنسا أن تضاعف عدد مقاعدها فيها، ألم تكون هي ربما أساس أولوياته والتركيز عليها وجعل تلك الملفات التي كانت في الحقيبة الوزارية هامشية؟ لا، هو الاختيار جابرييل عطال جاء لأن الرئيس ماكرون يعتقد بأن إليزابيث بورن لن تكون قادرة على النجاح في الانتخابات الأوروبية، ونحن نعرف بأن الوزير الأول من حيث العرف هو زعيم الأغلبية الرئاسية التي تساند الرئيس، فإذا الرئيس غيره لأنه يعتقد بأن جابرييل عطال يمكن أن يأتي بفريق من اليسار، لكن من اليسار العلماني المتشدد، ثم جزء من اليمين التقليدي، واخيرا لان ماذا فعله جابرييل عطال عندما عين؟ ذهب تطرف والمتشدد خاصه في كل ما يتعلق بالعلاقه مع المهاجرين وبكل ما هو له علاقه بالاسلام والمسلمين، حتى ان مجلس الديانه الفرنسيه لوسيف سام الذي كان منتخبا حل ورفضت الحكومه التعامل معه ولم تعد تعترف به، وكونت فريقا معينا من طرف من؟ من طرف وزاره الداخليه التي تختار للمسلمين من تخاطبه من بعد، وبالتالي اعتقد باننا نحن امام تصاعد في هذه الوجهه اليمينيه المتشدده تجاه المهاجرين وتجاه المسلمين بصفه عامه. سأعود إليك سيد المرابط. سيد دروش، إذا ما سار جابرييل أطال في سياسته السابقة وإذا ما حافظ على الحقيبة الوزارية للداخلية لجابرييل لجيرال درمانا، برأيك
كيف سيؤثر ذلك على الجالية في فرنسا؟ يعني لم تكن 20 شهرا لإليزابيث بورن مريحة بالنسبة لها، رغم أنه لم يكن الأمر يمينيا بالصيغة التي تتوقع حاليا بعد تولي أطال هذا المنصب. هل سيكون هذا مريحا أيضا للحكومة؟ مريحة للحكومة لا أعرف الآن من هو السيد أتال. السيد أتال هو إنسان كان وزير متغطرس فيه ازدراء يعني كافي بالنسبة لشخص يعني صغير مثله. يعني الآن السيد ماكرون عندما وضع السيد أتال أصبح الناطق باسم رئيس الجمهورية، لأنه من أقرب المقربين له ويعرف الآن كل الوزراء الذين سيضعهم أتال من سيختارهم. هو سيختارهم السيد ماكرون، هذا بشكل واضح. وعلى ما أظن كذلك أنا أخجل الآن أن يكون وزير التربية الذي وضع العباية وراقب الفتيات المسلمات بهذا الشكل يصبح رئيس للجمهورية، لأن هذا يعتبر بالنسبة لنا كمراقبين أن هذه رسالة واضحة للجالية المسلمة للجالية الأجنبية في فرنسا. ولكن يعني تعودنا على هذا، عندما يكون هناك انتخابات فعليك أن تأخذ مثل ما قال ضيفكم الكريم تات دو ترك، والتات دو ترك الرأس التركي هنا في فرنسا أصبح المسلمون، أصبح هؤلاء الأطفال من أصل أجنبية، ويعني يهاجمون من يوم إلى آخر. وموضوع الزي المدرسي الذي نتكلم عنه أصبح أكبر شعبية، واقترح كذلك أن بعض المدارس تصبح يعني الرسوب، يعني قبل سنة كان الرسوب غير ممكن في فرنسا، أصبح الآن يريد أن يضع يعني لباسا يعني نفس اللباس لكل الأطفال. الرسوب أصبح الآن عندما يحصل الإنسان على درجات سيئة يمكن أن الرسوب ممكن الآن مرة أخرى، ولكن هذه أشياء طبيعية. يعني المشكلة كذلك هنا في فرنسا أن هناك عندنا شركات قنوات أخبارية، أنا أخجل من هذه القنوات، هذه الناطقة باسم الجمهورية، الناطقة باسم اليمين المتطرف، هذه القنوات لا قيمة لها. يعني يتكلمون، هناك فئة من الشعب الفرنسي لا يوجد لها حرية الكلام، ولا تصوروا ماذا الذي يحصل الآن في غزة مثلا، لا نراه على 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 التلفزيونات الفرنسية. هل هذا معقول؟ يعني لماذا التلفزيونات الفرنسية لا تفعل مثل تلفزيونات العالم كله، CNN، ABC، فوكس، كل هذه القنوات الإخبارية حتى يكون الإخبار صادق. الإخبار كذلك جابرييل أتال الذي عرف بأنه متحدث بارع في قنوات الإعلام الفرنسية المحلية، هل سيوظف الإعلام أيضا وهذه ربما المهارة التي لديها في أن يمرر مشاريعه وأيضا مشاريع ماكرون في هذه الفترة التي يتولى فيها منصب رئيس الوزراء؟ طبعا هذا الشخص جميل، هذا الشخص نحن متفقين عليه، هذا الشخص ذكي نحن متفقين عليه، ولكن الجمال والذكاء لا يكفي. هناك اسمه الإخلاص في المعتقدات، في معتقدات دستورنا الفرنسي، معتقدات شعبنا، معتقدات تاريخنا، هذه هامة جدا، هذه معتقدات مقدسة، وعلى كل السياسيين أن يحترموا هذه المعتقدات وأن يحترموا تاريخ فرنسا الذي كان تاريخ كرامة، تاريخ كرم كذلك بالنسبة لاستقبال الأجانب. كانت فرنسا تعتبر من الدول التي تستقبل الأجانب وتعطيهم حقهم ولا تضعهم لهم بهذا الإصبع الذي يهدد، هذا الإصبع الذي يذل. هذا على ما أظن نحن علينا الآن أن
أن ننتظر ماذا سيفعل السيد قبل أن نحكم عليه. تمام. وعلينا أن ننتظر ماذا سيفعل، ولكن الذكاء السياسي، من الذكاء السياسي هناك نوع من الذكاء، هناك احترام لتاريخنا، احترام لعقائدنا، احترام للأقليات. تمام. عبر كثير من المؤسسات أهمها ربما البرلمان. سأعود إليك سيد دروش. سيد المرابط، البرلمان الفرنسي لا يحظى بأغلبية حزب الرئيس، وجابرييل أتال لا يحظى بربما الرضا ربما من أحزاب اليمين على رغم خطاها اليمينية، ولا من أحزاب اليسار. برأيك هذا المناخ الذي يوضع فيه، وأيضا مناخ أنه سيكون ناطق باسم الرئيس ماكرون، هل سيساعده على المضي في كل ما يطمح إليه، وأيضا بنظرته للأشياء حتى يعني ما يتعلق بما تتخوف منه الجالية في فرنسا؟ هذا الرجل هو منتوج تسويق سياسي إعلامي، يعني يستم خدوي دي ماركتينج بوليتيك بالفرنسي. فإذا الرجل هو هذا المنتوج وانتج وطلع إعلاميا، لأن القنوات الفرنسية أرادت أن تستضيفه وجعلت له وعطته مكانة ومكنته من الحديث. وأصبح يعني أنا قبل يومين كنت أرى قناة فرنسية ورأيت إحدى الصحفيات الفرنسيات المتشددات في هذه القناة تتحدث عن الشخص وتقول بأنه هو الأفضل إلى غير ذلك، ونحن نعرف قربها الإيديولوجي بل حتى الشخصي مع هذا الوزير قبل أن يصبح وزيرا أولا. إذن هو منتوج إعلامي لقنوات فرنسية، ونحن نعرف أن القنوات الفرنسية الإخبارية هنا عدا القناة الرسمية تابعة لليمين المتشدد، بل اليمين المتطرف مثل سينيوز وهي معروفة بذلك. إذن عندنا قنوات رأي، وهذه القنوات الرأي جعلت تلعب على آراء الفرنسيين وتغير مواقفهم وأصبح الفرنسيون منتوجا سياسيا لهذه القنوات، بحيث أن بلورت آراءهم وخوفتهم من العرب والمسلمين، وهذا مما جعل شعبية بعض السياسيين الفرنسيين تطلع وتصعد بهذا السبب. ولهذا أنا شخصيا أعتقد بأن ولو أنه عنده أغلبية غير مطلقة سيستمر. ثم الرئيس ماكرون ليس له حل آخر، لأنه إذا حل البرلمان فستكون النتيجة أسوأ، وسيكون هناك تشتت أكبر، واليسار يعني فرنسا الأبية ستحصل على مقاعد أكثر، والتجمع الوطني سيحصل على مقاعد أكثر، والرئيس سيكون هو الخاسر. وبالتالي ليس له حل آخر، فهو يختار الشخصية التي يمكن أن تنمقه وتزينه أمام الرأي العام الفرنسي، ولم يجد أحسن من جابرييل أتال، وهو إذن نافذ وناجح سينجح ربما في هذه المهمة. هذا على مستوى الشخوص سيد المرابط، هذا على مستوى الشخوص. أما بالنسبة سيزين سياسة ماكرون، تفضل. أما بالنسبة للسياسة الداخلية فستستمر إن لم تكن أسوأ، لأنني أعتقد بأن هذا الرجل سيبحث وجد العباية ومن الطبيعي أن يجدها، لكنه سيبحث عن أشياء أخرى داخل الهجرة وداخل المهاجرين وداخل التطبيق. وهنا يصب سؤالي سيد المرابط، وهنا يصب سؤالي، إذا كانت هذه النقاط التي ستزعج المهاجرين في سياسة جابرييل أتال المقبلة، ما هي الملفات التي يمكن أن يغطي عليها ويمكن أن يسترضي بها الرأي العام، وتكون في نظره وفي نظر ماكرون هي لفائدة ولصالح الجمهورية الفرنسية؟ أول شيء سيكون تطبيق هذا قانون الهجرة، ونحن نعرف أن قانون الهجرة جاء وشدد على المهاجرين مثلا يعني لو دغوا دو سول، يعني الحق في الأرض، والجنسية تشديد الجنسية بالنسبة للمهاجرين، التشديد على الالتزام الديني الإسلامي داخل فرنسا، التشديد على المساجد. نحن سمعنا مثلا مؤخرا أنه الأئمة ذوي الأصول المهاجرة سيشدد عليهم سيطردون، لا يمكن جلب أو استقدام بعض الأئمة من دول أجنبية، بينما نرى أن القساوسة
تعينهم روما، لا يعينهم الرئيس الفرنسي ولا وزير الداخلية الفرنسي، يأتون من الكونغو ويأتون من إفريقيا ويأتون من دول أخرى، بينما عندما يتحدثون عن الأئمة لابد أن يكون فرنسيون، وعندما نرى من مخاطب من الفرنسيين نرى أشخاص مثل الشلقومي أو غيره الذين لا يتقنون حتى اللغة الفرنسية ويأتون بهم ليمثلون المجتمع الفرنسي المسلم. إذن سيكون هناك تشدد في هذا الباب، هناك سيكون هناك تشدد في المساعدات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين، وسيكون هناك تشدد أيضا في المدرسة كما قال ضيفكم الكريم. يعني من قبل كان مثلا العائلة لها دورها داخل رسوب أو نجاح الطفل، الآن أصبح للحكومة أو للمؤسسة الرأي الرئيسي، وبالتالي سنرى كل أبناء الطبقة الفقيرة راسبين داخل المدارس. إذن وذلك ربما من الأشياء التي انتقد فيها حتى في منصبه لكونه يعني تمدرس في مدارس خاصة ولم يكن له معرفة بالمدارس العمومية. سيد دروش، برأيك إذا ما تبنى جابرييل هذه السياسة التي لن ترضي الشارع الفرنسي أو على الأقل شريحة كبيرة منه، هل يمكن أن يتألب أن يثور الشارع الفرنسي على هذه الحكومة؟ هل يمكن أن تصمد حكومة جابرييل أتال في مهامها المقبلة؟ المشكلة أن الشارع الفرنسي ثار الجيل جون الصفراء، هذه الأشياء الصفراء، سترة الصفراء يعني، ومع ذلك أن هناك لا يوجد هناك يعني تنسيق سياسي، هناك قنوات إعلام، يعني في الإعلام نستطيع أن نفعل ماذا نريد، يعني هناك الإعلام مثل كوريا الشمالية، أعتذر لهذه المقارنة، ولكن نفس الشيء عندما يكون إعلام واحد، إعلام الحزب الواحد، هذا الأمر طبعا مخيف جدا بالنسبة للأجيال القادمة، مخيف ربما سيستغرب كثيرون إذا كان إعلام في فرنسا هو إعلام يمثل وجهة نظر واحدة، أم أن المزاج في فرنسا بات مزاجا يمينيا؟ نو، هناك طبعا المزاج مزاج يميني، ولكن الشعب هناك عندنا استطلاعات رأي يومية مثلا، كل استطلاعات الرأي لهذا لكبار السن كانوا هم يشكلون قلب الناخبين المؤيدين لماكرون، وكانوا هم يعني يريدون شاب جميل ذكي يتكلم برشاقة، ويعني يفضلونه على هؤلاء السياسيين الذين صرخوا، الذين يعني لا يطبقون ماذا يقولون. فلهذا السبب إذا كنت تريد أن ترى وزيرا، حتى إذا لم يكون وزيرا يعني سيئا، أما شكله جميل، فلهذا السبب يعني يمكن أن نتركه على الشاشة. هذا الأمر طبعا خطر جدا بالنسبة للسياسة الفرنسية، خطر بالنسبة لمستقبل فرنسا، لأننا لا نستطيع أن نتصور أن عندما نفرق يعني شعارات فرنسا هي الأخوة، الحرية، المساواة والأخوة، أين الأخوة؟ أين المساواة؟ أين الحرية؟ هنا طبعا نحن الآن في مأزق سياسي، مأزق يعني أخلاقي كذلك، عندما نطرد الفتيات. أنا عندما أرى هذه التعامل السيء مع هذه الجالية المسلمة، هذه الجالية من أصل أجنبي هنا في فرنسا، طبعا يعني أخاف لمستقبل فرنسا. وإذا أعطينا لهذا وزير التربية الذي طبق قانون، يعني قانون الهجرة، قانون الهجرة قانون خطر جدا، يعني تمام. وربما هناك ما يتخوف منه أكثر المهاجرون. شكرا جزيلا لك سيد فرانسوا دروش، وأنت رئيس منظمة عدالة بلا حدود، هذا ما يسمح به وقتك للحضور معنا. سؤال الأخير إليك في عجالة دكتور مرابط، وأنت أيضا مضطر لمغادرتنا، ما الذي تراه أكثر شيء سيؤثر على الجالية العربية والإسلامية في فرنسا بعهدة وولاية جابرييل أتال؟
أنا أعتقد بأن هناك تنافس بين جابرييل أتال ودارمانا، لأن الرئيس ماكرون لا تسمح له القانون الفرنسي بعهدة ثالثة، ورأينا كيف أن اليوم جابرييل أتال خرج مع وزير الداخلية زيارة مخفر شرطة، هذا يعني بأن درمانا سيبقى في منصبه، وإذا سيكون هناك تنافس، وسيكون تنافس في اتجاه ضرب الإسلامي بل المسلمين مباشرة عبر قوانين وعبر تضييق أكثر، وهذا مما يخوفني، ويمكن أن أقول بأن هذا التنافس سيكون ضحايا الجالية العربية والمسلمة هنا في فرنسا. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور عمر المرابط الباحث في شؤون السياسية، كنت معنا من باريس، هذا ما يسمح به وقتك للبقاء معنا. مشاهدينا استقبل ضيفي من باريس أيضا سيد كامل مرعاش الباحث والكاتب السياسي، أهلا وسهلا بك سيد مرعاش. وأيضا من باريس السيد محمد كدوش الطالب في جامعة إنالكو من باريس، أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين. وأبدأ معك سيد مرعاش، تعيين جابرييل أتال في منصبه، هذا أي تخوف يشكله على الجالية العربية والإسلامية في فرنسا؟ أولا أحييك وحيي ضيوفك وحيي المشاهدين. في الواقع الموجة التي مررها إما اعتمد فيها على المادة 41.1 أو الأخيرة يعني التحالف المباشر مع أفكار اليمين المتطرف، والتي جاءت روح هذا القانون متطابقة مع ما يسعى له اليمين المتطرف منذ أكثر من 40 عاما. في هذا المفترق يبدو أن اختيار أتال هو الأفضل بالنسبة لمايكرون لسببين استراتيجيين. هو يريد أن يضع في هذا المنصب رئاسة الوزراء شخصية مقربة له لأسباب كثيرة، منها ربما يفكر هو نفسه في عودة أخرى إلى الرئاسة بعد انقضاء العهدة القادمة، حيث أنه قضى عهدتين ولا يستطيع أن يترشح لعهدة ثالثة. وهذا هو واختيار أتال ربما يحقق له هذا الهدف. الثاني هو ربما قطع الطريق أمام مرشحين آخرين أكثر وزنا، هما على سبيل المثال وزير الداخلية بارمانا ووزير المالية برونو لومير، اللذان يسعيان إلى الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. بالتالي هو اختار الحلقة الأكثر قربا له لأسباب ثالثها، هو هذا التيار الذي تدعمه هذه القوى الخفية والذي يعتمد على دفع بعناصر متلية والدفع بعناصر أخرى يسهل في الواقع السيطرة عليها وقيادتها في اتجاه معين، وهذا الاتجاه أصبح الآن معروف هو محاربة كل القيم الدينية وإحلال يعني رؤى جديدة أيديولوجية تعتمد أساسا على الحرية المطلقة في كل شيء. سأعود إليك سيد. وهذا نعم. أيضا يتوافق مع اختيار هذا الشاب الذي لا يتجاوز عمره 34 سنة والذي لا يحظى بأي خبرة على مستوى الجمهورية. سأعود إليك سيد مرعاش، سأعود إليك سيد كلوش، ما الذي يتخوف منه على صعيدك الشخصي، ما الذي يتخوف منه كمهاجر في فرنسا من هذا التعيين لجابرييل أتال على رأس رئاسة الوزراء؟ مرحبا بك سيدتي وبالحاضرين وبالمشاهدين الكرام. طبعا التخوف الذي يواجهه أنا كلاجئ والمهاجرين الآخرين والأجانب ككل هو تطبيق القانون الهجرة الجديد بحذافيره، بل ممكن تشديد أكثر ويتم هناك خلق قوانين جديدة ضد اللاجئين والمهاجرين والأجانب في فرنسا. فحسب تطلعات هذا الوزير الجديد أصغر الوزير في حكومة الجمهورية الخامسة الذي عينه أصغر رئيس في الجمهورية الخامسة هي تميل إلى أقصى اليمين نوعا ما. فلو نظرنا إلى تاريخه هو كان في الحزب الاشتراكي ثم انضم إلى حزب النهضة، فهو فرنسية جنسية عربية الأصل إذ هو من تونس ويهودية جنسية ومثلية جنس، فهو يحاول قدر الإمكان تقليص عدد الأجانب الذين يدخلون إلى فرنسا
سواء عن طريق الهجرة أو حتى عن طريق الدراسة، فيردون أبعاد كل ما هو أجنبي وغريب على الثقافة الفرنسية، فسوف للأسف يقوم بتطبيق هذا القانون وبشدة. فحتى لما بدأوا في قانون الهجرة الجديد وقال على قناة اختيسي الفرنسية بأن هناك أشخاص خطرين على فرنسا ويدخلون تحت سن 13 ولا نستطيع بالقانون الفرنسي ترحيلهم إلى بلدان أم، ولكن يجب معالجة هذا القانون ويتم ترحيل هؤلاء الأشخاص حتى الذين دخلوا فرنسا وهم أطفال، ليس فقط البالغين بل حتى الأطفال، لن يسلموا من السياسة الجديدة. فهو يحاول قدر الإمكان إبعاد كل ما هو أجنبي عربي إسلامي أفريقي عن فرنسا في السياسة الجديدة. هي قوانين بشرية ليست قوانين ملوهية، فالقوانين الذين يتحدثون عنها أن فرنسا حقوق الإنسان والمساواة والعدالة، فقوانين ستتغير وقابل للتغيير عن انتهاء الحاجة والمصلحة. فسوف يواجه المهاجر واللاجئ ويجد عقبات كبيرة. فأساس احنا قبل ان ناتي الى فرنسا كنا نواجه عقبات، كنا تحت رحم السياسيين والسياسيين في البلدان العربيه والافريقيه والاسلاميه، واليوم نحن تحت رحم السياسه والسياسيين في الدول الاوروبيه خاصه مؤخرا بريطانيا وفرنسا. بريطانيا الان ترحل المهاجرين الى رواندا وفرنسا تضيق عليهم في الداخل. نحن اليوم امام نارين، امام نار حكام العرب وامام نار حكام الاوروبيين والسياسه الاوروبيه والعربيه ككل. فبدلا ان نقوم بمعالجه النتائج يجب معالجه الاسباب من جذورها. ما الذي دفع بالمهاجرين والشباب تماما لكن سيد محمد كلوش ربما وفق ما يعني يقول الكثيرون انه اكثر ما يخشى منه لا يقع، هل ما ترونه حاليا هو مجرد توقعات مجرد تامل لممارسات رئيس الوزراء الجديد وفق منصبه القديم كرئيس كوزير للتعليم، ام ان هناك امور ملموسه على ارض الواقع تبرر تخوفاتكم؟ نعم، هناك أمور ملموسة منذ مجيء ماكرون إلى سدة الحكم وبدأت القوانين والتشديدات على المسلمين والأجانب. وحتى هذا رئيس الحكومة الجديد جابرييل أتال لما كان وزير التربية هو الذي أصدر قانون منع وحظر العباية في المدارس، فهذا الشيء مخيف وخطير وحقيقي وواقعي. فيأتي من الواقع، حتى في هو أساسا لم يرحم حتى الشعب الفرنسي عندما قام ماكرون وهم كلهم في حزب واحد حزب النهضة. سيد كلوش سأعود إليك. سيد مرعاش، هذه السياسة التي تتبناها ربما حكومة ماكرون منذ مجيئه إلى الحكم بتمرير قانون التقاعد وكثير من القوانين الأخرى التي لا ترضي حتى الشارع الفرنسي، برأيك ما الذي سيضيفه جابرييل أتال في منصبه الجديد؟ كيف سينعكس ذلك على الزخم الشعبي، على الرأي العام في الداخل الفرنسي، وأيضا ما الذي سينعكس وما الذي سيمس الجالية العربية والإسلامية؟ يعني في الواقع جابرييل أتال سوف يكون منفذا لتوجهات الرئاسة، ويمكن أن يزيد عليها ببعض التصريحات يعني الموجهة القاسية والشديدة الموجهة إلى العرب والمسلمين. وطبعا هذا هو الشيء الذي يبحث عنه ماكرون، هو في حد تعبيره أنه يريد أن يعني يزيح البساط من تحت أقدام اليمين المتطرف بتبني بعض الأفكار المتطرفة والهجوم على الأجانب والعرب والمسلمين واعتبارهم هم المشكلة الأساسية بفرنسا. لن يضيف جديد أتال، أتال ليس له الخبرة الكافية، سيعتمد في كل مرة على ماكرون، وربما سيبقى هناك وزراء آخرون ذي ثقل في الداخلية وفي المالية، لن يكون له تأثير كبير في هاتين الوزارتين لأنه نفوذه سيكون محدود بوجود الوزيرين الطامحين للرئاسة، وهذا ربما كان ضمن اتفاق جلبه لرئاسة الحكومة أو لرئاسة الوزراء، هو أن بدليل أن ماكرون قرر أن يبقي وزير الداخلية في منصبه حتى قبل إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة. هذا يعني أن
أن أتال هو عبارة عن موظف ينفذ ما يريده الإليزيه لا أكثر ولا أقل. سنشهد منه بعض التصريحات المتطرفة والقاسية والشديدة التي تزيد من تعميق الانقسام داخل المجتمع الفرنسي، وتكون موجهة بالأساس إلى المهاجرين، وليس فقط إلى المهاجرين وإنما حتى الفرنسيين من أصول مهاجرة، لأنه هو يركز كثيرا على وزارة التعليم التي عين فيها أخيرا والتي أدخل فيها الكثير من المراسيم الوزارية، منها منع العباية وغير عادة. لكن سيد معاش، برأيك هل سيكون له المساحة الكافية للتفكير في هذه الأمور ما يتعلق بوزارة التربية؟ وفرنسا مقبلة على أولمبياد باريس، أيضا على الانتخابات في البرلمان الأوروبي الذي تطمح فيه لأن يكون لها عدد أكبر في المقاعد في بروكسل. بالتأكيد هو يحظى في هذا بتأييد مباشر من الأليزيه، وسيدعمه مانويل في كل هذه الخطوات التي تضيق في الواقع على حتى من القيم السامية الدينية وغيرها. وربما هذا أحد الأسباب لاختياره كما تقول بعض الأوساط الفرنسية أن آتال هو مثلي، وبالتالي ماكرون أراد أن يرسل رسالة واضحة بأن المثلية ونظرية النوع ستسود في فرنسا، وسوف يعمل كل ما بوسعه لفرضها على المجتمع الفرنسي التقليدي الذي يرفض مثل هذه التوجهات، وهناك غالبية كبيرة من الفرنسيين ترفض هذا. سيد منعش، ماذا عن التوجهات الفرنسية ربما المتماشية مع سياسات كثيرة لدول في المنطقة الأوروبية ما يتعلق بسياسات الهجرة والتضييق على المهاجرين؟ هل ستمضي فيها فرنسا في هذه المرحلة أم أنها ستخشى من أن يكون هناك غضب في الشارع؟ لا، لن يكون هناك. أولا في موضوع الهجرة هناك كثير من الصراخ وهناك كثير من التهريج غير الواقعي، لأنه الاقتصاد الفرنسي يعتمد على المهاجرين بنسبة كبيرة، ومعدلات التنمية الاقتصادية الفرنسية تعتمد على المهاجرين. هذه كلها استهلاك محلي في إطار إضعاف اليمين المتطرف، وحتى اليمين المتطرف لن يستطيع أن يفعل شيء في مسألة الهجرة. فرنسا دولة تفقد سكانها الآن، هذه السنة تعداد السكاني للمواليد الجدد أقل منه بكثير، يمكن 10%، وبالتالي فرنسا ستجد نفسها مضطرة للاستعانة بالهجرة في تجديد شبابها الإنتاجي الذي ينتج والذي يدفع في لأموال التقاعد، لأنه نسبة كبيرة من الفرنسيين الآن ستكون في عمر التقاعد، رغم أنه زادوا في سنوات التقاعد، ولكن مسألة الهجرة هي مسألة سياسية للمزايدة السياسية أكثر منها موضوع حساس، لأنه فرنسا لن تستغني عن المهاجرين حتى وإن أرادت ذلك. والهجرة الغير شرعية أو الموجودين على فرنسا على التراب الفرنسي بدون أوراق إقامة، هذا شيء مفتعل وتريده كل الحكومات الفرنسية، لأن على ظهور هؤلاء المهاجرين تعيش وتتعايش آلاف الشركات التي يجنبها استخدام هؤلاء المهاجرين بأجرة رخيصة وبدون حقوق من الذهاب إلى الإفلاس. تماماً. شكراً. هذه مسألة مزايدة بين كل الأحزاب السياسية، اليمين التقليدي واليمين المتطرف. شكراً. والكل لك. في الواقع سيد كامل مرعاش من هؤلاء المهاجرين ولن يتوقف الهجرة. شكرا جزيلا. شكرا سيد كامل مرعاش الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من باريس. وأختم معك سيد محمد كلوش، خلال هذه العشرية الأخيرة يعني كانت هناك تخوفات كثيرة للجالية العربية والإسلامية في فرنسا تحديدا، وعرفت كثير من الأحداث ما تعلق بحادثة شارلي إبدو ومقتل كثير من أبناء الجالية العربية والمغاربية. برأيك ما الذي يختلف فيه التخوف اليوم من تعيين جابرييل أتال عن بقية التخوفات السابقة؟
منذ احداث مجله شارلي ابدو وصولا الى مشاكل نانتيغ، احداث نانتيغ لما انقتل الشاب نائل على يد شرطه فرنسي، بدات هناك التضييقات الفعليه ضد المهاجرين والجانب. فنحن للاسف متجهين نحو سياسه اليمين المتطرف في فرنسا، فقانون الهجره اثنت عليه رئيس اليمين المتطرف مارين لوبان وقالت بأنه فيكتوار ايديولوجيك، يعني نصر ايديولوجي لحزب اليمين المتطرف الذي يحد من تواجد الأجانب في فرنسا، حتى الطلبة لم يسلموا من هذا الأمر. فبالطبيعي سوف يتم إبعاد كل الأجانب والتضييق على المسلمين. فرأينا في حملة ماكرون على المسلمين في عام 2020 في فترة الحجر الصحي، فقاموا بحملة على المسلمين وبإغلاق كثير من المساجد ومنظمات والتحقيق مع الناس، ومنهم من تم طردهم فعليا من فرنسا. فمنذ هذه الفترة بدأت السيناريوهات والاستراتيجيات توضع على الطاولة، ورأيناها في قانون الهجرة، والآن بعد استلام الرئيس الحكومة سوف تكون الأمور أكثر تعقيدا. الذي أريد أن أوجهه للأجانب في فرنسا هو إيجاد للأسف حل آخر لم يكن في بلدان أخرى في معالجة الأسباب التي أدت إلى الهجرة في البلدان الأصلية مثل الجزائر، مصر، المغرب، تونس. فيجب تغيير الوضع المعيشي للشعب العربي، فاليد العاملة والعمود الفقري هو الذي يهاجر إلى أوروبا، هم الشباب هم الذين يهاجرون. شكرا جزيلا لك سيد محمد كلوش، وأنت أطالب بجمعة إنالكو بباريس، شكرا جزيلا لك على مشاركتنا هذا الجزء من النقاش. شكرا موصول أيضا للسيد كامل مرعاش الكاتب والمحلل السياسي، شكرا أكبر لكم مشاهدينا، حتى نعود ونلقاكم في الأسبوع المقبل وعرض قضية أخرى من موضوع جريان. دمتم في رعاية الله وحفظ، إلى اللقاء.